جود مورنينج لكل المشاهدين. 12 يوم بيفصلونا عن الهانب الريس. للناس اللي عم بيحضروا حالهم كثير منيح لهيك نوع من السباقات، تف مادر، كثير من الوحل، كثير من العوائق، من الموانع، من الاوبستكلز، ركض. بتختبروا اذا بدكم طاقاتكم الجسديه للاخر، تختبروا ويول تشالنج هيك بيزكلي نفسية تبعيتكم وقديش انتو حاضرين لتواجهوا كل شيء ممكن يطلع قبيلكم. Anyone can do it هو شعارنا. كل واحد تكنيكلي بالستاتستكس الاوبستكل ريسز عندهم اكثر هيك نوع من السباقات. لما نحكي سبيد هانبل ريس عم نحكي بيوصل الريت الحديد ل 95% للناس اللي بيوصلوا على خط النهايه. مش الهدف تعملوا اول ثاني ثالث، مع انه في اول ثاني ثالث، لكن هدف تكونوا على الفينش لاين ريس. خلينا نروح على التريلر. بذكر انه كمان كل يوم شكر كثير كبير لاي اتجاه اكيد يلي عم بيدعم هذا السبق عبر فوج مغاوير البحر يلي فايد بكل تقله بهذا الموضوع، وشغله كثير حلوه نقول هيك. نحن بنفتخر بهذا الموضوع. بنشوف التريلر سوا. For the first time in the Middle East, Hannibal Race 2014. On Sunday, September 7th, at Zaror Club, 8 a.m. sharp. Are you ready for an experience of a lifetime? A race unlike any other. An unpredictable race. All you need is a fighting spirit, a warrior's heart. Anyone can do it. Do you think you can? Grab your ticket from Virgin Ticketing box offices. Sunday, September 7th at Zaror Club, Hannibal Race 2014. سبعة أيلول 2014 هو موعدنا مع التحدي، ونحن ناطرينكم. خلينا نشوف صورة البادج اللي كتير حلوة، أو إذا ما نحكي عم نحكي عن لوجو فوج مغاوير البحر. لما يكون حاضر اللوجو بنكون عم نشوفه سوا. بهالوقت أنا أكيد بدي لكم إنه اليوم رح نشتغل على الأبر بارت تبعنا، هيدا لوجو فوج مغاوير البحر أكيد اللي كلنا بنفتخر فيه. على كل حال اليوم رح نشتغل على الأبر بودي تبعنا. لما أحكي أبر بودي عم بحكي كيف بدي أقوي هيدي المنطقة، القسم الأعلى من الجسم. امبارح اشتغلنا على القسم الأسفل، اليوم منكمل البازل تبعنا. هي بركي منا لعبة، ولكن بكل بساطة هو بازل نحن بنركبه كل يوم. اليوم بنشتغل على هالعضلة منقويها، بكرة بنشتغل على العضلة المقابلة كمان منقويها. بنشتغل أبر بارت، لور بارت، أبر ليمز، لور ليمز، دائما بنضل نشتغل لنحسن حالنا وجسمنا يكون قوي. رح اشتغل اليوم مينلي على تشست ماسلز، على باك ماسلز، رح اعمل كم حركات كمان بكون عم بعمل تريجر للكور تبعنا انا وياكم. ليتس دو ات سوا. اكيد الحركات اللي عم تشوفوها حركات تقويه اكيد بتساعد بالهانبل ريس كمان. ليتس جو فروم هير. رح اعمله انا هلا بوش اب، بس رح زيد اضافه عليها، رح اعمل موديفيكيشن معينه على البوش اب يلي رح اشتغل عليها من هون. لكن اي جو فول داون، عم بستعمل الستيب، بطلع لفوق اجين 2 3 4 5 6. بشد الكور 7 8 9 و10. بيرفكت. لكون عم بقدر اعمل هالحركه وعم بطلع بايك بوزيشن لفوق، اكيد الكور تبعي، عضلات الكور وعضلات المعده اكيد عم بيعملوا انجيجمنت بهالحركه ليخلوني انا ادي هيدي البوستشر او هيدي البوزيشن. خلينا نروح على الدمبلز باك اكزرسايز. من هون برجع كتافي لورا، بشد المعده، بنرجع بنقطع على كل ستيبس اللي بنعملهم قبل ما نعمل هيدي الحركه. يعني اجريه على مستوى او على وسع كتافي، ركابه مطعوجين شوي من هون، منهم جالسين انا عم بشتغل، مطعوجين من هون. هلا من الهبس تبعولي القسم الاعلى بينزل لتحت، في ناتشرال الاينمنت بالابر بودي تبعي. يعني بكل بساطه انا ما بعمل جسمي هيك لانه انا ما بوقف هيك، انا بوقف هيك، بترك جسمي مثل ما هو لما انزل لتحت، وبقدي 12 مره. 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. Two more. One and two. Perfect. بياخد نفس عميق. رح اعمل هلا كومبينيشن بين حركتين، رح اعمل بيربي على الارض، يلي برجع بقول لكم بالهانبل ريس رح يكون في كثير بيربيز. ليش عم نقول هيك؟ لانه كل اوبستكل بدكم تقطعوه وما فيكم تقطعوه بسبب اكيد فيزيولوجيكلي ما فيكم تقطعوه، رح يكون عندكم الترنتيف ثاني، خيار اخر تشتغلوا عليه، يلي هو البيربي. هلا البيربي عدة انواع، اكيد بالصعوبة بتتفاوت كثير. شو المطلوب منكم؟ بكل بساطة رح فرجيكم اياها. هيدي هي البيربي يلي مطلوب منكم تعملوها بالسبق في حال ما قدرتوا تقطعوا اوبستكل معين. هلا رح يكون في اكيد بكره بنخبركم نهار السبق كل اوبستكل شو رح يكون له عدد البيربيز يلي ممكن تعملوها. بالمجمل هيدي البيربي لازم تعملوها as simple as that. هيدي البيربي المطلوب منكم تعملوها، بس اكيد 20 بيربي على الاوبستكلز اللي نحن بنعين عليها. في اوبستكلز مش رح يكون فيها الترناتيف، لازم تقطعوها دغري. هلا رح غير انا، رح اعمل بيربيز ولكن رح استعمل دمبلز، لانه لما اعمل البيربي رح ارجع اطلع لفوق على الاخر، ارجع انزل واعمل البيربي انا وياكم مع بوش اب ستاند اب اب لفوق اجين داون بيربي بوش اب على الاخر ستاند لفوق 3 مور بوش اب ان اب 2 مور بوش اب اب لفوق اجين اخر وحده اب لفوق بيرفكت. باخذ نفس عميق. كمان رح اعمل بول اب هلا، حركه مش الكل فيهم يعملوها ولكن للي فيهم يعملوها بحط عليها موديفيكيشن صغير لصعبها اكثر، لعلي ركابي لفوق لدقهم بالبار، رح اعملها خمس مرات. ليتس دو ات من هون. اوكي اب تاتش اند داون اب تاتش اند داون 3 مور up touch two more one more and slowly go down. اكيد في اليوم بالجيم ماشينز بيساعدوكم تقدروا تعملوا pull up مع انكم تستعملوا مش كل الوزن تبعكم، في لها سيستم ممكن نزيد عليها اوزان كرمال تخلينا نستعمل وزن جسمنا اقل. رح اروح على اخر حركه اليوم. بكل الحركات اللي عم تشوفوها اي ام تريجرينج ماي كور، عم بشتغل كثير على الكور سيستم تبعي كرمال امني ستابيليتي اللي بدي اياها. لكن بوش اب تاتش بوش اب 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. برجع على البوزيشن شوي شوي، بوقف لفوق، باخذ نفس عميق. بكونوا هدول الحركات اللي اخترت لكم اياهم لليوم. رح اشوفكم بكره بنفس الوقت، حضروا حالكم منيح للهانب الريس. Until tomorrow, get fit, stay fit.